بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في الاسئله الخاصه بشابتر الكوميونيكيشن مانجمنت. السؤال الاول بيقول a project manager has a problem with a team member's performance. واحد من افراد الفريق، مدير المشروع يعني ايه، عنده مشكله معاه. What is best form of communications for addressing this problem؟ ايه افضل طريقه اتعامل بيها؟ هل formal written رسمي ومكتوب، ولا formal verbal، ولا informal written، ولا informal verbal؟ لو حاولنا نستبعد كده، طبعا طالما واحد من افراد الفريق فبالتالي يعني ده الموضوع انترنال ما بين مدير المشروع وواحد من افراد الفريق، فما فيش داعي ابدا للموضوع يبقى فورمال، لان هو مش خارجي برا المؤسسه، ده واحد يعني المرؤوس بتاع مدير المشروع يعني اداؤه ضعيف، والراجل مدير المشروع محتاج ان هو ايه يشد عليه شويه كده عشان الاداء يزيد، فبالتالي ما فيش داعي ان هي تبقى مكتوبه، الافضل ان هي تبقى كلام ودي، خاصه ان هو يعني ممكن يبقى اول مره، مش الموضوع مش مؤثر قوي يعني، فمحتاج بس ان هو يوجهه للخطا ده. فالاجابه الصحيحه هي دي، informal verbal communication. السؤال الثاني بيقول extensive use of not communication، الاستخدام الشامل او الموسع ليه انهي نوع من الكوميونيكيشن، is most likely to aid in solving complex problem، هيساعد في حل المشاكل المعقده. مشاكل معقده زي مثلا مشكله تعاقديه، لما يبقى مثلا مطلوب مني ان انا اعمل سيستم للتكييف مثلا، وفي في الدكتس مثلا في اكسسوارز معاها، طب الاكسسوارز دي محمله ولا مش محمله على البند، هنقعد بقى نختلف، وواحد يقول لا ده هي كانت العرف بتاع السوق ان هي لازم تبقى محملة طبقا لأصول الصناعة، والمقاول يقول لا دي انت كان لازم تكتبها بند منفصل، والكلام ده كله. فبالتالي افضل طريقة لعلاج المشاكل دي بتبقى لازم كل كلمة محسوبة على الشخص فعلا، اي واحد هيقول حاجة لازم تبقى محسوبة عليه. طب ازاي تبقى محسوبة؟ بان هو يبقى formal written، فبالتالي الاختيار الصحيح هيبقى C، formal written. السؤال الثالث بيقول the most likely result of communication blockers، النتيجة اللي يعني الأكثر حدوثا أو توقعا للبلوكرز، عوائق الاتصالات، هل هي project is delayed، ولا trust level is enhanced، مستوى الثقة يتحسن، ولا conflict occurs، يحصل اختلافات أو نزاعات، ولا senior management is displeased؟ الاختيار الثاني ده يعتبر بوزيتيف مش نيجاتيف، ان مستوى الثقة يتحسن، فبالتالي ده مستبعد يعني، لكن الثلاثة الباقيين نيجاتيف. هل المشروع يتأخر؟ ممكن قد يكون المشروع يتأخر، بس يعني تعتبر اندايركت قوي، ان هو مثلا عائق في الموضوع خلى في المشروع او في التواصل يعني ما بين الناس، خلى واحد ما يفهمش الوظيفة بتاعته اللي مطلوبة صح، فيتأخر في اداء الورك باكج بتاعته او الاكتيفيتيز بتاعته، فممكن بس يعني تعتبر غير مباشرة شوية. السينيور مانجمنت از displeased، هيكونوا محبطين او يعني زعلانين، ده ممكن يحصل لو كان البلوكر كان في الكوميونيكيشن بين مدير المشروع نفسه والسينيور مانجمنت، فبالتالي البلوكر لو بينهم فممكن ان هم هيفهموا الموقف غلط فيتاثروا يحبطوا يزعلوا الكلام ده كله، بس هو ما حكاش هنا السيناريو ده ان هو حاصل يعني، هو بيتكلم بشكل عام بوجه عام، فطالما بوجه عام الكونفليكت اوكيرز هي تعتبر الانسب ان يحصل اختلافات. السؤال الرابع communications are often enhanced when the sender not the receiver، الاتصالات دايما بتتحسن او غالبا بتتحسن لما السندر يعمل ايه مع الريسيفر، هل speaks up to the receiver، use gestures when speaking، الجسترز اللي زي ال non-verbal اللي هي الايماءات مثلا او ايحاءات او علامات الوجه او كده، speaks slowly، يتكلم ببطء، show concern for the perspective، يبدي الاهتمام بوجهة نظر الريسيفر. طيب هي يعني معظمهم ينفع، بس هي الاكثر مناسبة ان هو يبدي الاهتمام فعلا باللي بيقوله الريسيفر، لان ده هيخلي الكوميونيكيشن افكتيف، هيخلي فعلا ان الريسيفر حس ان الراجل اللي بيكلمني مقتنع بكلامي، فبالتالي هو مهتم بوجهة نظري، يبقى انا المفروض دوري ان انا اجاوب عليه، ويبقى النقاش بناء ما بيننا، لان كل واحد محترم لوجهة نظر الاخر. طيب السؤال الخامس formal written correspondence with the customer is required when، امتى يكون مطلوب انه يبقى رسمي ومكتوب مع الكاستمر؟
defects are detected, في عيوب تم اكتشافها. ولا customer request additional work not covered under contract, الكاستمر عايز شغل زياده مش موجود اساسا, مش متفق عليه مسبقا في العقد. ولا البروجكت has schedule slippage, في انزلاق في الجدول الزمني, that includes changes to the critical path, يتضمن تغييرات دي هتبقى على المسار الحرج. ولا the project has cost has cost overrun, في عجز في موازنة المشروع او ميزانية المشروع. طيب الـ يعني معظمهم برضو ينفع, بس اكثرهم فعلا حساسية لان هي فعلا لازم تكون formal written. الاختيار الثاني الـ customer request additional work, ده بسبب ان ده مش موجود في العقد اساسا, الباقيين دي حاجات تعاقدية وخلاص العقد يعني محددها كل حاجة هنتصرف فيها ازاي ونعمل ايه, لكن دي حاجة بره العقد لازم بقى نقعد نتفق هو البند عبارة عن ايه, السكوب بتاعه ايه, الكوست بتاعه, طب ده له تايم اكستنشن زيادة عن زمن المشروع ولا لا, الكلام ده كله اتفاق جديد, فطالما اتفاق جديد يبقى لازم يكون formal written. السؤال السادس بيقول when a project manager is engaged in negotiation non-verbal communication skills are off, لما يكون مدير المشروع بيعمل تفاوض negotiation, non-verbal communication التواصلات اللي هي تعتبر بلغة الجسد والوجه يعني, دي بتمثل ايه, هل little importance ولا major ولا importance only when cost and schedule objectives are involved, لما يكون الموضوع متضمن schedule و cost بس, ولا importance to ensure he wins the negotiation, ضرورة عشان يضمن انه هو هيفوز في negotiation. الاختيار الاول والثالث مستبعدين, هي little importance او importance بس لما يبقى cost او schedule, الاثنين دول يعتبروا مستبعدين, فبالتالي هي major importance يا اما importance to ensure he wins the negotiation, major تعتبر اكبر لان هي يعني اهمية عظمى يعني, وخاصة برضو ان في الاختيار الرابع ان هو he wins the negotiation مش شرط ان هو يعني يفوز بالنيجوشيشن, ممكن احيانا بيبقى الوين وين سيتويشن بيبقى افضل ان هو يجي على نفسه سنة واللي قدامه يجي على نفسه سنة, بحيث ان ايه لو انا فزت تماما في النيجوشيشن قد يجي بعد كده المقاول ويحاول ان هو يقلل من الكواليتي او يسرقني لانه حس ان هو يعني كان خسران وضحك عليه يعني, فبالتالي الاكثر يعني قربا للصواب major importance الاختيار الثاني B. السؤال السابع بيقول a large one year telecommunication project is about halfway, مشروع يعني telecommunication مدته سنة وفي نص الوقت, halfway done when you take the place of the previous project manager, تم عمل نص المشروع وانت اخذت مكان مدير المشروع. The project involves three different sellers and a project of team of 30 people. You would like to see the project communication requirements, عايز تشوف متطلبات التواصل بتاعت المشروع. And what technology is being used, واي تقنية سيتم استخدامها to aid in project communication, عشان تسهل الكوميونيكيشن, هل في PMIS ولا ايميلز ولا letters ولا ايه. Where will you find this information, هتلاقي المعلومات دي فين, في الـ stakeholder management plan, خطة إدارة المعنيين أو أصحاب المصلحة, الـ information distribution plan, خطة توزيع الـ information, الـ bar chart, الـ communications management plan. لا شك أن الإجابة مباشرة هي الاختيار الأخير D, communications management plan. طيب السؤال رقم 8 بيقول changes to some project deliverables have been documented in the project management plan, تم توثيق في خطة إدارة المشروع, تم توثيق بعض التغيرات على مخرجات المشروع. These changes and other project information have been distributed according to the communication management plan, وتم توزيع البيانات دي طبقا للخطة, خطة إدارة الاتصالات. One stakeholder expressed surprise to the project manager upon hearing of a documented change to a project deliverables, واحد من الستيك هولدرز يعني ابدا استغرابه ان في حاجه حصلت زي كده, ان في يعني توثيق لاحد التغييرات على البروجكت مانجمنت بلان خاصه بالديليفربل. All stakeholders received the communication providing notification of the change, جميع الستيك هولدرز استلموا نوتيفيكيشن اشعار على التغيير ده. What should the project manager do, المفروض يعمل ايه مدير المشروع. الاختيار الاول determine why the stakeholder did not receive the information and let him know
when it was published، يحاول يعرف ايه السبب ورا كده يبلغ الستيك هولدر ده بامتى تم نشر الموضوع ده، يعني لو كان ايميل اتبعت للناس امتى بعتنا الايميل. Ask the functional manager why the stakeholder did not understand his responsibility، تسأل المدير الوظيفي ليه الستيك هولدر ده ما فهمش المسؤولية بتاعته. الاختيار الثالث review the communications management plan and make revisions if necessary، تراجع خطة إدارة الاتصالات وتعمل revisions مراجعات عليها إصدار جديد يعني لو كان ضروري. Address the situation in the next steering committee meeting so others do not miss published changes، تطرح الموضوع يعني في النقاش بتاع لجنة أو اجتماع لجنة القيادة أو الإدارة بحيث إن ما يتكررش نفس المشكلة تاني. طيب الأقرب للصواب هو الاختيار الثالث، إن أنا هراجع خطة إدارة الاتصالات عشان أتأكد فعلا هو الراجل ده موجود في الحالة دي لما يحصل تشينج ونسجله، هل ده كان من ضمن المعنيين الستيك هولدرز المفروض إن احنا نبلغهم ولا لأ. الاختيار الأول قد يكون قريب من الصواب، لكن أنا بدور هو ليه ما وصلهوش، طب وش عرفني إن هو أساسا واحد من الستيك هولدرز المفروض يوصله، ما أنا أحقق في دي الأول يعني أبدأ في الروت كوز دايما، أحاول أوصل ليه السبب الرئيسي مش مجرد بس إن أنا أحاول أعرف هو ليه ما وصلهوش. طيب ما تبعتلوش الإيميل، طب أنا هرجع أسأل تاني، طيب ما تبعتلوش ليه، ما هو يمكن في خطة إدارة الاتصالات ما كانش ده من ضمن الناس اللي المفروض يتبعت لهم إيميل بالتغيير ده، فبالتالي الروت كوز يوجهني لان انا اروح للمستند الرئيسي خطة ادارة الاتصالات، فبالتالي الاختيار الصحيح هو سي الاختيار الثالث. السؤال التاسع بيقول communication is key to the success of project، as the project manager you had three stakeholders، عندك ثلاثة stakeholders with whom you need to communicate، معاهم عايز تتواصل، therefore you had six channels، وبالتالي عندك ست قنوات. كنا قلنا القانون العدد في العدد اللي قبله على 2، هنا انت عندك 3 ستيك هولدرز وانت مدير المشروع يبقى انتوا 4، 4 في 3 ب 12 على 2 يبقى 6، وفعلا هو قال لي بالتالي انت عندك 6 قنوات اتصال. A new stakeholders has been needed with whom you also need to communicate. How many communication channels do you have now؟ لما واحد بقى زاد، انتوا كنتوا 4، واحد زاد بقيتوا 5، هتبقى عدد قنوات الاتصال كام؟ 5 في اللي قبلها يبقى 5 في 4 20 على 2 يبقى 10، فبالتالي الاختيار الصحيح هو بي 10. طيب السؤال رقم 10 two people are arguing about what needs to be done to complete a work package، اتنين من الناس يعني غالبا افراد فريق مثلا او شيء يعني بيتجادلوا كده ايه المفروض انه يخلص، عشان ايه المفروض يتعمل عشان نخلص الورك باكج جزء من العمل. In addition to the words being spoken, if the project manager wants to know what is going on, she should pay most attention to a، لو مديرة المشروع يعني عايزة تفهم الموضوع بشكل اكبر المفروض تركز كمان على ايه بالاضافة للكلام اللي بيتقال. الاختيار الاول what's being said and when، اللي بيتقال وامتى. What's being said, who is saying it, and the time of day، مين اللي بيتقال ومين اللي بيقوله ويتقال في أي وقت من اليوم. Physical mannerism and when during the schedule this discussion is taking place، الphysical mannerism وكمان في نفس الوقت أنهي مرحلة في الجدول الزمني بيتقال فيها الكلام ده. الاختيار الأخير the pitch and tone of the voice، درجة وحدة الصوت والفيزيكال مانيرزم معاها. طيب لو حاولنا نستبعد كده الاختيار الاول ايه اللي بيتقال، ما هو فعلا قال لي بالاضافه للوردز بينج سبوكن، بالاضافه للكلام اللي بيتقال، فما ينفعش ارجع اختارها تاني اقول له ايه اللي بيتقال، ما هي موجوده اساسا في السؤال. اند وين مش هتفرق وين بيتقال امتى. الاختيار التاني نفس الشيء، والمره دي بقى في انهي وقت من النهار او من اليوم، الساعه 9 ولا 10 ولا 11 برده مش هتفرق. الاختيار الثالث physical mannerism مهمة فعلا ضروري، وامتى بيتقال في اي مرحلة من مراحل المشروع كجدول زمني يعني دي مش مؤثرة ابدا.
الاختيار الرابع pitch and tone of the voice and physical mannerism، تعتبر كل العناصر اللي فيها هي فعلا مؤثرة، ضروري يتركز عليها عشان يتفهم هم يعني النقاش بتاعهم ده، هم الاتنين متعارضين تماما هيختلفوا، ولا واحد فيهم بيأيد التاني بس التاني مش قادر يوصل المعلومة، ولا ايه بالظبط؟ ده كله بيبان من البيتش والتون بتاعت الكلام. طيب هي الأسئلة اللي موجودة على الشابتر ده عددها قليل، فهنكتفي بالقدر ده، و أدعو الله أن يوفقكم في حل بقية الأسئلة كده، ونحاول إن احنا نخلص شابتر الكوميونيكيشن بسرعة، لأن الشابتر بتاع الأسبوع الجاي الخاص بالبروكيورمنت هيكون كثيف شوية أو تقيل يعني شوية، فمحتاجين إن احنا نبقى داخلين يعني وإيه وإحنا يعني مرتاحين نفسيا إن احنا مخلصين اللي ورانا ومعانا وقتنا بالكامل، مش مأخرين منه للأسبوع القادم، وبالتالي نشوفكم على خير يوم السبت مع شابتر البروكيورمنت بإذن الله.